العالم بيواجه أزمة صحية سببت حالة من الذعر والهلع عند كل الناس، فيروس كورونا بعبع القرن 21. انتشار المرض بشكل سريع حط الناس تحت ضغط نفسي كبير، بس أكتر ناس حاسة بالضغط ده مسؤولين الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وفنيين. ستريس، سايلنت كيلر، القاتل الصامت. بس اللي كتير منا ما يعرفوش إن الضغط النفسي سلاح ذو حدين. إحنا أبطال 57، إحنا اللي بإيدينا نختار فايت أور فلايت، المواجهة أو الهروب. لكل أزمة بطل، ولكل أزمة جندي مجهول. إحنا أبطال الأزمة دي، إحنا اللي هنعدي بولادنا لبر الأمان. الإحساس بالضغوط أو ستريس هو رد فعل الجسم والعقل بيخلقه لما تواجه موقف أو تحدي جديد. الضغوط مش لازم تبقى شيء سلبي، بالعكس ده تنبيه بأهمية الموقف اللي بنمر بيه. من أحد النماذج اللي نقدر نواجه بيها الضغوط في حياتنا 4A's model: avoid, alter, adapt, accept. avoid، تجنب. أول خطوة نبدأ بيها لازم على قد ما نقدر نتجنب العوامل اللي ممكن تزود الشعور بالضغوط. السوشيال ميديا ووسائل الإعلام والشائعات خلقت حالة من تضليل الحقائق وزرعت خوف ملوش أساس. علشان كده لازم نتجنب أي حاجة بعيدة عن هدفنا وهو صحة ولادنا وحمايتهم. ألتر، تغيير. يمكن ما نقدرش نتجنب كل الضغوط اللي بنواجهها، بس الأكيد إننا نقدر نغير من الحالة السلبية وننشر طاقة إيجابية تخف من جو التوتر والقلق. أدابت، تأقلم. بص للأزمة بشكل مختلف، ريفريم بروبلم. ممكن تبقى فرصة كبيرة تعرفنا مدى قوتنا وأهميتنا في المجتمع وتثبت لنا إننا إيد واحدة بتعمل المستحيل. البحث عن المثالية المطلقة من أكبر مصادر الضغوط. لازم نحط لنفسنا أهداف منطقية وواقعية، be okay with good enough. ولازم نحط قدامنا أكبر هدف وهو صحة وسلامة أطفال 57. accept، تقبل. accept things you can't change. لازم نتقبل الحقائق اللي مش هنقدر نغيرها. إنكار الواقع من أكبر أسباب الفشل. لازم نعترف إن في أزمة وإننا لازم نواجهها، بس الأهم إننا نبقى متأكدين إن إحنا قدها. إحنا نقدر، إحنا 57.